تايب سيما بو راحة بو شكرا 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 سادة رؤساء المجالس والجماعات، السيد رئيس المجلس العلمي المحلي، السادة رؤساء المصالح العسكرية والأمنية الجهوية والإقليمية، السادة رؤساء المصالح، كفاءة وفعالية عناصر الوقاية المدنية وتحسين قدراتهم على مواجهة الكوارث والدنيا بأحدث وسائل التكنولوجيا في مجال رصد الأخطار الحصر، أجهزة الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية المدمجة في شاحنة المناطق المعزولة التي لا تغطيها الشبكات آمنا ومرونا واستخدام للأجيال القادمة. السيد العام المحترم، أيها الحضور الكريم، إن الهدف الرئيسي من وراء اعتماد يوم عالمي خاص بالوقاية المدنية من طرف المنظمة الدولية للحماية المدنية إضافة للتنويه والإشادة بالدور الكبير الذي تتضع به أجهزة الوقاية المدنية في الاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة من الأخطار الكوارث الطبيعية.